عبر نازحون في ولاية جنوب دارفور عن رفضهم للاتفاق الموقع بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، ووصفوه بأنه احتفال بمولود ميت على حد تعبيرهم. وأكد الناطق الرسمي باسم مكتب تنسيق معسكرات النازحين بالولاية خضر محمد علي للصحفيين أمس أن الاتفاق الثنائي لا يضع حدا لمعاناة النازحين واللاجئين بدارفور، كما أنه لم يتلمس قضاياهم. وقال خضر إنهم لن ينخضعوا باتفاق جزئي لا يخاطب جذور المشكلة، مؤكدا في الوقت ذاته أنهم مع السلام الشامل لتضع الحرب أوزارها.